تحياتي لكم جميعا، معكم حسن العواد رئيس جمعية الدار الكبيرة. كنعتذر على الصوت مشى بحكم المجهود اللي بذلناه البارح في حفل يعني العشاء اللي تقابل الوليدات في قاعة عمي إدريس، واليوم كنتواجدوا في مستشفى صفرو ديال السي لوقاش الله يجازيه بخير. عطانا هذا اللوكال والإشراف، كاينين جوج الجراحين معنا وكاينين لي زانفيرمي، وعطانا اللوكال الحمد لله. وحنا دابا قرابين نساليو الختان ديال الأطفال اللي العدد راه كيفوق 270، والحمد لله ودايز كل شيء بنجاح. يعني العملية ناجحة الحمد لله، وكانت الزيارة ديال السيد الباشا والسيد القايد اللي كنشكرهم من هذا المنبر هذا، وجاو وعينوا العملية، والحمد لله كل شيء كيدوز في أحسن الأحوال. والحمد لله رب العالمين سخرنا في هذا العمل الخيري، وسخر المحسنين اللي أداو الواجبات ديال هذا العمل الخيري. وكنشكروا الشكر الجزيل السيد حسن الحسني اللي بدل معنا واحد المجهود ماديا ومعنويا الحمد لله، لا هو ولا الاب ديالو. وبالنسبه للمساهمين اللي المحسنين اللي ساهموا في هذا الحفل، جاوا حضروا بنفسهم وشافوا كل شيء، وكنتمنى من الله انهم يقتنعوا بمدينه صفرو وبالمجهودات اللي كنقوموا بها وتبسيط المسطره الاداريه للجمعيات ولهذه الاعمال الخيريه، ويزيدوا ان شاء الله يدعمونا في اعمال خيريه اخرى ان شاء الله. وهذا كيشرفنا كمغاربه، يعني مغاربه العالم كنديروا واحد الانجاز في واحد المنطقه ما نقولوش منسيه ونقولوا كاينه فيها الهشاشه، ويعني قله المعامل وقله زاد كيحدث واحد الفقر وواحد واحد النوع ديال الخمول في معدل النمو. ولكن الحمد لله حنا ماشيين، وحنا من عندنا والاخوان من عندهم، السلطات من عندهم، وغادي ان شاء الله نرفعوا من معدل النمو ديال هذه المدينه. ماشي منسيه ولكن كيتفكروها الناس فوق تحب الملوك، ونتمنى يتفكروها في العام كله، وجميع المسؤولين خصهم يزوروا مدينه صفرو. لحقاش الملاح ديالها عنده 12 قرن، راه ماشي بالساهل باش ان هذه المعلمه التاريخيه ما كتزارش الا في سنوات. وكما كانوا كيقولوا اليهود المغاربه، صفرو ساقيه من الجنه. وجلاله الملك الحسن الثاني قدس الله روحه قال لك التراب ديال صفرو كيطلع مع العلم، وعنده واحد النكهه خاصه، واللي بغى يشوف صفرو يزور القصابي ديالها. ما نساوش الشكر الخاص للسيد العميل والعماله اقليم صفرو وعلى راسهم سيد العميل. وكما كنشوفوا هذه المبادره الخيريه اللي عطى الانطلاقه ديالها صاحب الجلاله هذه المده ديال 10 سنوات بالنسبه للجمعيات المجتمع المدني، وعطاهم واحد المهام خاص انهم يندمجوا مع السلطات ويحاولوا انهم يحققوا انجاز مشترك مع السلطات المحليه. وكما كنشوفوا في صفرو الحمد لله كاين واحد الائتلاف سياسي اللي حنا فرحانين به، وكنشوفوا المدينه غاديه في ازدهار الحمد لله. والشكر الجزيل للسيد العميل مره اخرى، والسيد رئيس مجلس بلدي، والسيد الباشا خاصه جا عندنا مسكين برجلو حتى لهنا والدخول، وعطانا واحد التشجيع. مني جا اقسم بالله العلي العظيم ما كرهتش انني نزيد مبادره اخرى قبل ما نرجع لبلجيكا، ولكن غادي نرجع ان شاء الله، وانا عندي واحد الطموح كبير وعندي واحد الاصرار باش انني نخدم على المبادره ديال الزواج الايتام، ونحاولوا نوفروا لهم الشغل ونجوجوهم ونبقاو متابعينهم ان شاء الله حتى يديروا وليداتهم ونختنوهم. معكم الرئيس جمعيه الختان عدي محمد. كنمارس هذه المهنه 47 سنه، والمقص اللي خلى لي الوالد الله يتغمضها في رحمه الله ويرحم المسلمين كافه اجمعين، شراب 6 فرانك باش نشري والوالد عندي مات على 108 وحج على رجليه من دوك الناس اللي حاجين على رجليهم، واستفدنا هاد الناس هاد الجمعيات الدار الكبيره الله يجزيها بخير، وحنا تعاوننا معهم لوجه الله تعالى، لا خوف لا طمع لا سياسه لا يديك لا يخليك. حنا مع الناس اللي دعا اللي زعمتنا، وكنشكروها بزاف من هذا المنبر، كنشكرها الله يكثر مثالها، الله يكثر مثالها، الله يرزق لهم حسن الخاتمه. هاد الناس اللي خدامين هنا المعلمين ديال اولاد المهنه، انا عندي 5 جدوده الحمد لله اللي في هاد المهن،
خمسات جدود اللي عندي انا كنورثوها من الجد للجد. معكم عدي عبد الجليل الكاتب العام لجمعيه مهني ومحترفي الختان. كان لنا الشرف اليوم باشراف وبتنسيق جمعيه الدار الكبيره اللي كان لها الشرف كذلك باستضافه العدد الكبير والهائل اللي المستفيدين اللي تجاوز 220 مستفيد. والحمد لله الاجواء كان مرت كامله بسلام. ومن هذا المنبر تنشكر الاخوان الساهرين على هذه العمليه من المعلمين ديالنا والحجامه ديالنا من مراكش فاس الدار البيضاء زطات وبعض المناطق الاخرى. التنظيم كان جد هائل ونتمنى ان شاء الله تعالى العام الجاي ان شاء الله يكون العدد الثاني اكثر من 220. تنطمحوا ان شاء الله تعالى يكون 1000 ولا 800 وهذا تيدل على القوه والتنظيم والحكمه ديال جمعيات الدار الكبيره. من هذا المنبر تنشكر الاعضاء ديالها بالاخص الرئيس ديالها السي حسن العواد اللي سهر والله الا صار ليل ونهار باش تنجح هذه العمليه، اضافه لانه الطاقم اللي مشتغلين معاه. بهذه المناسبه تنوجه له الشكر وان شاء الله تعالى ليليق تعاترق بيناتنا ونكونوا دائما سبب في ادخال الفرحه والسرور على الاطفال وعلى القسو المناطق الهشه والمناطق اللي تتعرفوا هذه العواز. وشكرا كذلك لمصحه صفرو وهذا لا يكفي بقدر ما غادي نقول لهم ان شاء الله يدفيد ان شاء الله باش نحققوا الافضل ونزيدوا لي نومبر ونزيدوا العدد ان شاء الله لقدام. وشكرا لهذه المنابر الصحفيه. عليكم معكم دكتور بالفاطمي مريم مديره مساحه صفرو. اليوم مساحه صفرو استضافت مبادره جمعويه لختان جماعي لما يقارب 200 طفل. حنا جد سعداء باستضافه هذه المبادره الطيبه. كنتمنوا ان شاء الله نستقبلوا مبادرات اخرى في المستقبل. ومرحبا بكم معنا. كان تنظيم تبارك الله في المستوى، كان عدد الناس الوافدين حتى هو تبارك الله كان يعني عدد لا باس به مزيان تبارك الله. وفوالا كنتمناو ان شاء الله ما تكونش اخر مشاركه ديالنا مع هذه الجمعيه ومع جمعيات اخرى ان شاء الله في اطار المساعدات الساكنه ديال صفرو والنواحي. مزيانة. شي جاب شي حريق ولا شي حاجة؟ لا. علاش؟ علاش تهرب في هاد الوقيتة هادي؟ علاش تهرب في وانت كبير؟ كنت عندي فقر الدم. دابا راك مزيان؟ ارتاحيتي ملي تهرب؟ دابا ارتاحيتي ملي تهرب؟ ياك شنو غادي تكبر ان شاء الله شنو تكون؟ قاضي. يلا شي كلمة شكر للجمعية. شكرا لك. شكرا للجميع وكل شيء. وباباك؟ شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.